إذن بشأن عودة قاضي التحقيق في قضية مرفأ بيروت لممارسة عمله وردود الفعل المتباينة بشأن ذلك، ينضم إلينا عبر سكايب من بيروت المحامي وأستاذ القانون الدولي الدكتور طارق شندب. دكتور طارق، مرحبا بكم. هناك ارتياب وصفه النائب العام التمييزي حول عمل قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت. اليوم عاد القاضي طارق البيطار لممارسة دوره، كيف تابعتم قرار العودة دكتور؟ أولا، قرار عودة الرئيس قاضي طارق بيطار المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت جاء بناء على دراسة قانونية معمقة قام بها، بالإضافة إلى اجتهادات قضائية سابقة، بالإضافة إلى النصوص القانونية الواضحة في قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني التي تعطي قاضي التحقيق أو المحقق العدلي بصورة أساسية حق متابعة التحقيق بالرغم من طلبات الرد. وأكد القاضي بيطار أن تطبيق العدالة وتحقيق العدالة هي الطريق الوحيد التي يحق أو التي يجب على المحقق العدلي أن يسلكها بالرغم من كل العراقيل السياسية وغير السياسية التي واجهته لمدة سنة ونصف، وهي عراقيل أدت إلى تعطيل التحقيق لمدة سنة ونصف كما أسلفنا. الهدف منها هو عدم تحقيق العدالة وليس هناك هدف قانوني لها، وبالتالي هذه الدراسة القانونية أعطت الحق للقاضي المحقق العدلي بأن يسير بالتحقيق أصولا وأن يتابع التحقيقات وأن يعمل على كشف الجريمة التي ليس هناك من مصلحة سياسية للأطراف السياسية في لبنان أن تكتشف، لأنهم يعملوا أو عملوا سابقا على محاربة المحقق العدلي بشتى الطرق القانونية والسياسية، وحتى لجأوا إلى الشارع وحتى هاجموه في الحكومة وحتى عملوا حاولوا عزله من داخل الحكومة وفي المجلس النيابي، ولجأوا إلى الاعتصامات الغير مبررة وغير شرعية، ولجأوا إلى الشارع واستعملوا السلاح في محاولة منهم لكف يد المحقق العدلي، حتى خرج حسن نصر الله على شاشات التلفزة وهدد القضاء وهدد المحقق العدلي واتهمه اتهامات باطلة، كما قام مسؤولي حزب الله بتهديده بالتطهير والقتل وغير ذلك. كل ذلك لم يردع المحقق العدلي عن متابعة الإجراءات القانونية في سبيل تحقيق العدالة التي يطالب بها الشعب اللبناني والتي يعمل من خلالها القاضي طارق بيطار من خلال الأوجه القانونية الصرفة. وبالتالي ما قام به المحامي العام القاضي مدعي عام التمييز من عدم التنفيذ لهذه القرارات إن صحت فهذا أمر غير قانوني، وبالأخص أن مدعي عام التمييز هو مدعى عليه في هذا الملف من قبل المحقق العدلي هو ومحامي عام تمييزي آخر بجرم يعني جنائي فيما يتعلق بجريمة مرفأ بيروت، وهم بالتالي يجب أن يتنازلوا عن حصانتهم الأخلاقية والدستورية والقانونية لأنهم مدعى عليهم كغيرهم من الأفراد المدعى عليهم في هذا الملف. طيب دكتور، مراقبون يقولون إن البيطار لم يكن ليعود لعمله إلا بضوء أخضر ودعم، من من الممكن أن يدعم البيطار حتى يقف أمام جهات متنفذة يعتقد أنها تقف وراء تفجير المرفأ؟ لنكن واضحين وصريحين، كل الأطراف أو معظم الأطراف السياسية في لبنان وبالأخص الأحزاب الكبرى حركة أمل، حزب الله، التيار الوطني الحر، هم يعادون هذا التحقيق ويعملون على عرقلة أعمال المحقق العدلي، وحاولوا كما أسلفت لك عزل المحقق العدلي بطرق شتى، وبالتالي القاضي طارق بيطار يتمتع فقط بدعم أعتقد قانوني صرف لما يقوم به من خلال تمسكه بالأصول القانونية، وما يعرف عن هذا القاضي أنه لا يخضع للضغوطات وهو يقوم بتنفيذ القانون أصولا، وهم حاولوا بشتى الطرق السياسية وغير السياسية منعه وعزله، ولكن الآن عندما يقوم هذا المحقق بأي عمل هم يقولون أن هناك أطراف سياسية، فليعلنوا من هي هذه الأطراف السياسية. هم كل معظم الأطراف السياسية في لبنان هي من تعرقل عمل المحقق العدلي، الحكومة هي من تعرقل عمل المحقق العدلي عندما ترفض إعطاء الإذن بملاحقة مدير عام الأمن العام ومدير عام أمن الدولة، وبالرغم من أن الحكومة اللبنانية هي من تعهدت للأطراف الأجنبية ولمقرون عندما تأسيسها بأنها سوف تسهل عمل المحقق العدلي، ولكنها هي من تعرقل. وبالتالي أعتقد أن كل الحكومة تحاول
وقف المحقق العدلي عن القيام بواجبه وهو مستمر حتى هذه اللحظة، وما قام به هو ضمن الأصول القانونية التي تفرض على المحقق العدلي متابعة التحقيق في أكبر جريمة مست لبنان منذ يعني تأسيسه حتى اللحظة. دكتور طارق، من نافذة قانونية بحتة وأنت ضلع في ذلك بحسب اختصاصكم، البيطار اليوم اتخذ قرارات بإطلاق سراح متهمين والأمر بالقبض على آخرين، هل ترى أن قرارات القاضي طارق بيطار صادف الصحيح القانون رغم قرار النائب العام التمييزي بتجميد عمله؟ لوضح لك المفهوم الذي حصل، القاضي طارق بيطار اتخذ قرار بإخلاء سبيل عدد من الذين كانوا هم موقوفين في الملف وأرسل الأمر للتنفيذ، ومن صلاحيات النيابة العامة التمييزية التنفيذ أصولا بدون الاعتراض، وهذا ما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية. كذلك اتخذ القاضي طارق بيطار قرار بالادعاء على مسؤولين منهم مدير عام الامن العام ومدير عام امن الدوله وقائد الجيش السابق جان قهوجي ومدير المخابرات السابق، وكذلك على ثلاث قضاه وهذا او اربع قضاه، وبالتالي وعلى رئيس حكومه سابق، وهذا الامر الذي ازعج يعني الاطراف السياسيه في لبنان، بالاضافه الى انه سبق وان ادعى على نائبين سابقين ووزير سابق واصدر بحقهم مذكرات توقيف رفضت النيابه العامه والشرطه المحليه المتمثله بقوى الامن الداخلي تنفيذهما، وهذا ما يعرضهم للمسؤوليه. وبالتالي ما قام به القاضي طارق بيطار يقع ضمن الاصول القانونيه الصحيحه التي يجب ان يسلكها لتحقيق العداله. عبر سكاي من بيروت المحامي وأستاذ القانون الدولي الدكتور طارق شندب، شكرا جزيلا لكم.